أحمد السقا فارس السينما المصرية. الفن حالة وإبداع بيتكلم، والفنان الحقيقي اللي بتقدر تعيش معاه جوه تفاصيل الحكاية. أحمد السقا مش مجرد فنان، السقا فارس عشنا معاه تفاصيل كل أدواره، والإبداع الحقيقي إنه أتقن كل الشخصيات وأدواره بتتكلم عنه. وكان أشهرها صعيدي في الجامعة الأمريكية سنة 1998، شورت وفانيلا وكاب سنة 2000، أفريكانو 2001، كده أوكي 2003، تيتو 2004، الجزيرة 2007، تيمور وشفيقة 2007، بابا 2012، المصلحة 2012، الحصان الأسود 2017. يا ترى ايه اكتر دور حبيته لأحمد السقا؟